الاهلي بكره عايز يكسب. من وجهه نظرك التشكيل اللي يبدا بيه النادي الاهلي في هذه المباراه وطريقه اللعب، ممكن حد يقول لك ايه؟ طب انا عايز اكسب فانا العب اغير طريقه اللعب، هل من الممكن ان يغير طريقه اللعب؟ كولر قلت لك ثلاث اربع اسئله ببعض. بس كله بيجي في دماغي وانا بتكلم. بالظبط، لا مش هيغير طريقه اللعب، المدربين الاجانب بس هو عايز يعني ما هو بيكسب بطريقه أوكي. اللعب اللي هو بيلعب بيها، ما هو بيكسب السنه اللي فاتت واخد خمس ست بطولات، كل البطولات. يعني انه التغيير بالنسبه للاجانب طالما هو بيكسب والفرقه ماشيه، وانا طبعا بيكسب وكل حاجه، ولكن الاهم برضو يا كابتن هو عدد صناعه الفرص اللي بيعملها، هي كبير جدا. يعني انا لما بقعد افكر كده واشوف ان هو لا بيعمل عدد كبير من الكرات لصناعه الفرص، وهو ده دور المدرب. صح، دور اللعيب بقى ان هو يستثمر هذه الفرص. صح، يعني طبعًا. المدرب مش هو هينزل يجيب طبعًا. جون طبعًا. هو بيدي لك الحلول وبيدي لك الطرق والمفاتيح ازاي توصل لمرمى الفريق المنافس اللي انت بتلعبه. صحيح، استثمار الفرص بقى والتسجيل بعد كده ده بتيجي للعيب. قصه تانية. بس انا عايز برضه اقول للعيبه حاجه مهمه جدا، احنا دايما بنقول التوفيق في كره القدم مهم. الله، طبعا. ولكن في الاداء البدني والجري مفيش توفيق وعدم توفيق. يعني انا ممكن ابقى مش موافق، دي كده كلام يعني مهم جدا يعني، وانا انا انا بقوله من زمان لاي لعيبه، يعني التوفيق في الجري مفيش حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق. انت المفروض ان انت هتنزل تجري وتادي بنسبه 100% كناحيه بدنيه. يعني واجباتك الهجوميه والدفاعيه حسب مركزك بتقوم بيها من ناحيه الاداء البدني. دي ما فيهاش بقى ما ينفعش نلاقي واحد بيجري تروت او واحد واقف، ما صحيح ينفعش. صحيح، ولكن بقى التوفيق في ايه؟ في الباصه، في الشوطه، في انفراد، ماشي ممكن نقول مش موفق، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. انما الجري والمجهود ما فيهوش توفيق وعدم توفيق. صح، فدي انا اتمنى من اول دقيقه الناس اللي هتبتدي وحتى الناس اللي هتنزل يكون هذا الكلام هم فاهمينه كويس. من وجهه نظرك برضو التشكيل اللي ممكن يبدا بيه اللي بنلعب بيها، يعني الشناوي، محمد هاني، ورامي ربيعه، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول، اوكي، امام عاشور، وديانج. انا من وجهه نظري في ماتش بكره انت قفشه قدامهم وثلاثه قدام، رضا سليم لو سليم هو رجع خلاص رجع بقى سليم وكهربا و بيرسيتاو ولا حسين ولا او بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات يبداوا يبداوا ورضا يبقى موجود ولو في فرصه على حسب بقى سير الماتش حسب ما يغير. ده طبعا من وجهه نظر انا بس. طبعا هو مستر كولر هو الادرى وهو اللي عارف بواطن الامور وعارف اللعيبه بتلعب بفرقه ثانيه خالص وممكن يعمل لان هو اللي في المطبخ هو اللي وعنده مجموعه اللاعبين اللي يقدروا يدوا له كل هذه بالظبط عنده المفاتيح اللي يقدر يلعب بيها. بشكل عام يا كابتن شايف بدايات الاهلي حتى الان ازاي؟ بدايات الاهلي يعني على مستوى البطوله الافريقيه كويس طبعا. ماتش السوبر ما كانش ماتش سهل على فكره، لان انا لما بسمع ناس كتير قوي اتكلمت على الماتش قالت لك دي فرقه سهله لا 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 ما كانتش فرقه سهله. اتحاد العاصمه فرقه ممكن هجوميا هم كانوا ما عندهمش المقومات الهجوميه، ولكن في النواحي الدفاعيه لا كانوا ممتازين من ناحيه تمركز ومن ناحيه رقابه ومن ناحيه تغطيه ومن ناحيه تشتيت ومن ناحيه فهم لواجبات مراكزهم في النواحي الدفاعيه. لا كانوا فرقه جيده جدا، مش جيده، فرقه ممتازه. فطبعا كان ماتش مش سهل، ولكن كان ممكن من البدايات ده تاكيدا للكلام اللي بقول لك عليه، لما احنا نجيب جون بدري بيريحنا بشكل كبير جدا ويفتح اي ماتش. فرقه اتحاد العاصمه احنا ضيعنا فرص كتير جدا، ثلاث اربع فرص، لو كنا جبنا هدف واحد كان الماتش يمكن اتغير، لان هم كانوا هيتحولوا للنواحي الهجوميه. فطبعا الماتش دون برضو هرب مننا، يعني ما كانش فيه توفيق في ضياع الفرص الكتيره من ناحيه اللعيبه. نمره اتنين زي ما بقول لك هو هرب مننا، الماتش اتسرق. وبرضو عشان فرقه اتحاد العاصمه كانوا بيلعبوا على قد امكانياتهم اللي هم عارفينها ومقتنعين بيها وعارفين ان النادي الاهلي احسن واقوى واشرس وكل حاجه، فيمكن التوفيق كان معاهم في الحته دي. حتى في الهدف اللي جابوه ضربه الجزاء من يعني هو ما كانش يومنا. فدي بتحصل في الكوره، فالماتشات دي بالواحد ياخدها يرميها ورا ظهره خلاص عدت وينساها. المهم لا وياخد منها الايجابيات كمان، ياخد الايجابيات. صحيح. لا وياخد منها السلبيات عشان يعالجها وعالجها طبعا بالظبط. يعني دي الفايده.